ماشي مشكل. لا ماشي. كنستخدم في كاميرا كلشي. ماشي مشكل. لا لا ضروري. ماشي ماشي. طلقت اللايف داكشي علاش؟ دغيا دغيا. مساء الخير متابعي قناة شوف تيفي في هذا المباشر من مدينة تمارة. اليوم رجعنا عاود القصة ديال الشاب اللي كانت تعرضت للخطف والاحتجاز والاغتصاب من طرف 3 أشخاص. اليوم جينا باش نعرفوا الجديد ديالها لأنها تعرضت للاعتداء من عند داك السيد. اليوم جينا باش نعرفوا الحقائق. السلام عليكم. رفعي صوتك شويه. مقدرش نهضر. السلام عليكم. بغيت غير نوصل لكم الصوت ديالي مره اخرى اني عاود تعرضت للاعتداء من طرف هذاك السيد هو والخطيبه ديالو اللي مبغاوش يوقروني عليهم تقريبا من نهار جيت التجأت للمنابر الاعلاميه. رجعت كنطيح في تهديدات اللي خايبه بزاف معاهم. تيعاودوا كيهددوني بالقتل، عاودوا تيهددوا، يعني ما بغاوش يتسالاو بعد ما كلاو ليا رزقي كامل ونصبوا عليا هاد الفتره كامله هو كينصب عليا. دابا ولا حتى الخطيبه ديالو نايضه من الجنب حتى هي بحال ما. اول حاجه عندي دي زوديو اللي كتهددني واللي كتسب فيه وكتهين المغربيات اون جينيرال وكتهين المراه المطلقه اون جينيرال اللي انا غادي نقدمهم للسلطه، وهما اللي غي بالنسبه لي لاكت اللي اتهمتني وقالت لك انه انا ولادي جايين من الشارع. غادي نقول لها حاشاك، حيت انا بزاف عليك. الا كان داك المجرم ديال خطيبك تكرفس عليا هو وصحابو، الحمد لله انا راه عندي لي لاكت ديالي وغنقدمهم لشوف تيفي وغيشوفوا كلشي. انا كنت مرا مزوجه وهو تكرفس عليا وانا مزوجه، يعني ماشي انا قلبت عليه. وغير باش الناس يبقاو مرتاحين حيت هي هضرات ومهلا لاكت ديالي. هذا اللاكت الاول ديالي، هذا الزواج ديالي الاول، هذا هو اللاكت الاول ديالي. هذا اللاكت ديالي الثاني اللي مديور بمدينه القنيطيره، وهذا الطلاق ديالي باش الناس ما يمشيوش غالطين. وثاني حاجه ولات وعاد زيدها بالاتهامات، كتساهم وكتقول لك انتي حقا خايبه وانتي. انا الحمد لله عندي لي ديبلوم ديالي انفيرميير بوليفالون سبيسياليتي انستيزيست. ثاني حاجه جو سوي ان ديليغي ميديكال. ثالث حاجه كنقرا، يلا خديت الماستر ديالي في الماركتينغ. رابع حاجه عندي 3 ديال لي ديبلوم في الحلاقه اللي واخداهم على برا. وهذا الشيء انا غنقدمو بالدلائل باش ما تقولوش هي، حيت تتهمني في شرفي، تهمتني في شرفي. هذه لا تيستاسيون دو سكولار، هي مشيت جبتها باش كنقرا في الاو اف بي. ها هي لا تيستاسيون دو سكولار ديالي ديال الماستر. هادو لي ديبلوم عندي ديال الحلاقه، حيت هي كتبقى كتهمتني بزاف. هادو كاملين واخدهم على برا. هذا ديبلوم ديال ديليغي ميديكال اللي هي تتهمني، قالت لك انا اللي قالت لك انايا كما قالت هي خارجه الطريق. انا بزاف عليك اختي نكون خارجه الطريق. انا الحمد لله تنخدم بدراعي، ولادي كنكبرهم بالحلال وتنتقاتل عليهم بالحلال. انا اللي بغيت نوصل للمشاهدين ان هاد السيده هاد خطيبته طغات وفاتت لي ليميت ديالها، وانا ما غنهبطش لمستواك، مستواها انا ما غنهبطش ليه. انا الحمد لله كبيره على هذا الشيء. علاش؟ حيت بنت الاصل ومربيه ونقيه. واللي بغيت نوصل للمشاهدين انا بغيتكم تضامنوا معايا. هذا السيد راه تكرفس عليا، هذا السيد راه لا السومه اللي فاتت تعرض ليا، ودخلت دابا داخله في صراع نفسي وداخله في واحد الحاله نفسيه، وانتما غتشوفوا كي وليت حالتي، كي ولات لا جسمانيه ولا نفسيه ولا انهيارات العصبيه تجيوني شاك جوغ. كيجيوني دو فوا باغ جور. هاد الناس هادو راه ما بغاوش يوقروني عليهم، هاد الناس هادو راه خص الراي العام يتدخل، راه خص رئيس النيابه العامه يتدخل في هادشي، خاص سيدنا الله ينصرو يشوف هادشي. راه هادشي راه ما بقاش فيه الضحك، هادشي راه شي حاجه راه واصله، راه حيت علاش راه مساله راه تهديد بالقتل، راه تهديد بالسلامه النفسيه والسلامه، يعني راه ماشي غير بيا انا، راه كيهددني دابا انا ولادي. واش انا دابا هما وليداتي حطاهم كل واحد مخبيها في قنت؟ انا وصلت لمرحله دابا وليداتي كل واحد حاطها في قنت، بنتي حاطاها عند صاحبتي وتنوصي عليها وتنقول لها عافاك عندك شي واحد يجي يتكرفص لي عليها ولا، وخايفه. ولادي راه عيطت على باهم جداهم. علاش هادشي كامل؟ لانه راه في واحد الحاله، راه خص المغاربه يتضامنوا معايا، خصكم توقفوا معايا. راه هاد الناس راه صافي، هاد الناس راه طغاو، هاد الناس راه فاتوا الحد ديالهم، هاد الناس راه تيتعلاو بالسلطه، هاد الناس راه تيتعلاو عليا بالسلطه. دابا تيقول لك حنا وحنا وحنا. انا راه الحمد لله غنتاخد معاهم المجرى القانوني وما غنسكتش على حقي، وحقي غناخدو. وكيما تكرفص عليا انا وانا بها هو وهادوك صحابو، غيجيب دوك صحابو وغنديروا لا دي ان، وغنشوفوا داك الولد ولد من، وغيتاخد المجرى القانوني ديالو، الملف غيتاخد المجرى القانوني، واللي دار شي حاجه راه غيتعاقب عليها. يعني داكشي اللي داروا انا ما غنسمحش في حقي، ولو يبقى فيا عرق. انا راه كنحس راسي تنموت نهار بعد نهار من نهار تكرفصوا عليا، وانا في واحد الحاله ربي اللي عالم بيا، ولكن ما غنسكتش على حقي، حقي ما غنسكتش عليه. علاش؟ حيت انا صافي كليتها في صحتي، وكليتها 6 سنين وانا كنتعرض للابتزاز. 6 سنين وكيبتزوك، 6 سنين وانا كنتعرض للابتزاز من طرفه هو. عندي فيديوهات، لبغيتي انت قلتي ما دوزيش فيديوهات، انت عندك الدلائل. هذوك الدراري اللي غادي يتقدموا ان شاء الله الشرطه، عندي دلائل. ها هما تتقول هي تتعاود فمها، كتقول لماما قالت ليها عندك المهم في فوق في فيديو، قالت ليها راه انا راه كنت كنقول لك عندك وعندك راه غير كيبتزها، وراه دايما كنت كنقول له علاش هي غير هي اصلا اكبر منافقه بحالها بحالو. علاش؟ حيت كانوا كيستغلوني وكياخذوا دوك فلوس بجوج بهم. انا ملي وصلت معاهم الامر الواقع وقلت لهم بغيتو تلوحوا دوك الفيديوهات غير لوحوهم، بقاو كيديروا طريقه اخرى، بقاو تيدوزوا لي عن طريق ولادي، بقاو كيدوزوا لي عن طريق وليداتي، حيت عارفيني انا وليداتي اللي قاسنا فيهم بحال قاسنا في عينيا. انا ماشي مشكل، انا الحمد لله وليداتي راه وليداتي حاليا راه في مكان امن الحمد لله. يعني دابا الا بغيتوني الا بغاوني راه اصلا جات عرض ليا غير هنا حدا الدار، وعندي ما يثبت ذلك، عندي ما يثبت ذلك. وكشادني وكضربني وكيقول لهم مرتي، ما بغيتش نهضر، قلت خليه كاين القانون الحمد لله، وان شاء الله القانون. واخا مشيت وها لي سيرتيفيكا ميديكال، راه هاد الايام كامله كنبلغ في السبيطارات، راه ربي اللي عالم بحالتي. هادي غير سيرتيفيكا غير ديال البارح، هادي غير ديال البارح جاتني ان كريز، راه حالتي ربي اللي عالم بيا، الدوخه والردان وناض عليا كلشي، ولكن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ما غيسكتش على هادشي، وربي غياخد لي حقي، والقانون ان شاء الله غينصرني عليهم، القانون غينصرني عليهم. انا تيقتي في الله سبحانه وتعالى، وتيقتي في سيدنا الله ينصرو، وتيقتي في القانون. ان شاء الله غناخد حقي، حقي غادي ناخدو. علاش؟ حيت هاد السيد ظلمني بزاف، هاد السيد تكرفس عليا بزاف، هاد السيد ما خلا باي طريقه باش تكرفس عليا. هاد السيد هداكشي اللي دوز عليا راه غير ما قدرتش نعاودو في اللايف، ما قدرتش نحكيه، ما غير ما قد... غير استحييت. ما راه شي حوايج راه ما تتخيلوهاش، راه جميع انواع العنف، جميع انواع شي حاجه اللي ما تتخيلوهاش بالكم داروها عليا، دازت عليا في داك الشهر. ما كانش كيخليك تخرجي كاع، ما كانش تخليوني، لدرجه انا الوقيته اللي كانوا كيتكرفصوا عليا فاش تقاسيت حاشاك هكاك الدم تيهبط، تنقول له عافاك الله يرحم ليك الوالدين الا عندك شي والدين، عافاكم غير خليوني غير نتنفس، عطاوني غير من ناكل غير ما نشرب، كيشدني وتيجمع يدي حتى كيجمعها وكيعطيها ليا للراس، كيضربني حتى كتشدني الدوخه، حتى كنحس راسي غنغيب كامله. مشيت عند راجلي زرقاء، وراجلي عاد عيط ليا غير قبيله، وبغيتي كاع ندوز لابيل معاه باش تسمعوا باش يسمعوا المشاهدين باش ما يقولوش راني تنكذب ولا شي حاجه. ندوز لابيل وتسمعوا بودنيكم. انا نهار مشيت عنده هو راه قال لي كيسولني راجلي قال لي امتى غنجي باش ندير لانترفيو ديالي وندوز ندير الشهاده ديالي عند القانون، حيت هو اللي شاف حالتي. نهار غير هربت مشيت عنده، يعني بغيت ندوز لابيل ماشي مشكل. انا جبت التليفون ديالي، سمحوا لي واحد دقيقه انا جاي. في انتظار تنتسناو بانها باش تتصل بالزوج ديالها او الطليق ديالها باش يشرح لينا المشكل اللي كاين من الاول. شفت لاختي هاك انا كنصوني عليه او ميم طون انا كنهضر معاكم كنصوني عليه غير يجاوبني انا معاكم. المهم نكمل لكم في هذيك لا بيريود. المهم انا راجلي راه مستعد يشهد شهاده حق ومستعد يعاود كلشي، غيعاود كلشي داكشي اللي داز. علاش هو مستعد يوقف في المحكمه ويعاود ليستوار اللي كانت داكشي اون جينيرال كيما وقع. هو الطليق ديالك دابا؟ الطليق ديالي حاليا باش يعرفوا الناس بان لا الطليق ديالي غير انا كنقول يعني لانه ديك لا بيريود كنت مزوجه، يعني كنت مزوجه مع ديك على حسابه كنت على حسابه، راه ما كنتش مطلقه. كنا انا وياه غير منفصلين، كنوقعوا شي مشاكل وكنا حنا غير منفصلين، وهو راه مستعد يقول كلمه حق. واذا بغيتو نديروا معاه حتى انترفيو نعيط له نديروا له انترفيو مرحبا نمشيو باش الناس يتاكدوا، باش ما يقولوش راه هادشي كذب، هادشي راه انا اللي واكله الدق، راه انا شوفوا الحاله النفسيه اللي وصلت ليها، راه وصلني لواحد الحاله اللي راه ربي اللي علم ليا، راه واخا نعيا ما نهضر راه الله سبحانه وتعالى هو اللي تيعلم، راه الله اللي تيعلم سبحانه وتعالى. شو دابا كطلبي من القضاء والناس اللي كيشوفوك؟ انا تنطالب، بغيت ناخذ حقي، انا بغيت ناخذ حقي باي طريقه، خصني ناخذ حقي. علاش؟ حيت هاد السيد راه خلى فيا واحد الجرح اللي ربي اللي عالم بيه. انا دابا مازال مريضه، انا راه 6 سنين وانا مريضه من الاغتصاب وانا مريضه. صيفط لك شي تهديد عرفتي نشوفك عرفتك فين ساكنه باقي؟ كيقول لي راه عندي اللوكاليزاسيون ديالك والوقت اللي شتك عاودتي زدتي درتي شي انترفيو راه غنجي لك حتى للدار غنقتلك. علاش هذا ما تيخافش ولا ما تيخافش؟ تيقول لك هما تيتعلاو على السلطه، هي في التهديدات ديالها راه تعلات على بزاف د الحوايج اللي ما خصهاش تعلى عليهم. فات القانون فات القانون ديالها. واخا نقدر نهضر لا بلاش. المهم فات القانون. هذاك لي زوديو خليهم تي عندك هذاك الشيء. هي قالت لك انا غنهضر اون جينيرال. ماشي مشكل نهضر عادي. هي سيدي قالت لك في داك لو زوديو قالت لك ان سيدنا بقات الدرجه انه طلع يعني الواقعه اللي فيها عيرات سيدنا الله ينصرو، وقالت لك بانه سيدنا ما تشرفوش يكون عنده وحدين بحالي وبحال شي وحدي، يعني هانت المراه اون جينيرال، هانت المراه المطلقه اون جينيرال. طبيعة الحال المرأة المغربية اون جينيرال، هانت المرأة اون جينيرال اللي ما عندهاش الحق، اللي خص جمعيات حقوقية تدخل في هذا الشيء. هذيك السيدة طاغية، هذيك السيدة طاغية وطغات. علاش؟ لأنه وصلت المرأة اون جينيرال. الله يحسن العوان. الإنسان ملي تيشوف وحدة مطلقة تخدم على وليداتها تيقول الله يحسن العوان، راه الظروف هي تتخرج كل واحد. لو كانت الأمور ميسرة راه الواحد ما يخرجش، راه ما يقدرش يخرج من داره. ولكن باش توصل بها الواقعه انها تهي المراه. انا راه عندي دوك الفوكالات وعندي كلشي مسجل، وهذا الشيء كنتمنى من جمعيات حقوقيه سورتو جمعيه حقوق المراه تدخل، وانا غنعطي هاد لي زوديو باش حتى هي ترفع عليها دعوه. علاش؟ حيت راه فاتت الحقوق ديالها، فاتت الحقوق ديالها. انا تناشد، انا كناشد بغيتكم تاخذوا لي حقي، هادشي تنقول بغيتكم تاخذوا لي حقي. راني تنسعد دابا، ربي اللي عالم بيا، راه تنعرق وتنشف، ربي اللي عالم بيا. مريضه راه هاد الناس دخلوني فواحد لا ديبرسيون اللي ما معمرها غتسالى. انا دابا غنتوسبيطاليزا على قبل هادشي اللي انا فيه، غادي ندير اوبيراسيون على حساب هاد المشكل اللي انا فيه، هذيك الفيسور اللي داروا لي. غادي نضطر اني بعد ما لقيت الناس بزاف قالوا لي سيري وزعمي وديري لوبيراسيون، انا راه قررت باني غادي ندير هذيك لوبيراسيون وما عنديش شي حل. غندير لوبيراسيون ان شاء الله، غا حياتي صحتي ان شاء الله غتحسن، ولكن هذا الشيء راه ما غنسمحش ليهم، غيبقى فيا عرق. غنتابعهم حتى غناخذ حقي غناخذه باذن الله، غناخذه. وعاش الملك. باقي راجلي ماشي جاوبني، ماشي مشكل. ما عندهمش مشاهدين شي اسئله ولا، وحنا ان شاء الله كنوقفوا مع الحق وكنوقفوا مع، يعني تنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى الدراري توصل. ماشي مشكل ما جاوبكش، المهم الا ما جاوبنيش راه هو مستعد يدير الانترفيو معكم باش ماشي مشكل، نديرو معاه باش يوضح لكم داكشي اللي كنت فيه، حيت هو اللي شافني وهو الوحيد اللي عارف هادشي. حيت انا مع عائله محافظه، ووالدي راه يعني راه ناس محافظين، وما كنتش قدرت اني نمشي وصارحهم، وصارحته هو اللي داني لسبيطار الغابه في القنيطره. كنت كنتعالج تما تقريبا شي شهر وانا تنتعالج، هو اللي كان مكلف ليا بمصاريف، هو اللي شاف حالتي النفسيه كي كانت وحالتي الجسمانيه كي كانت. انا راجلي راه مستعد يدير لي بهذا الشيء كامل، انا اللي عليا هو هذا.